أدعو مرسينا الشيخ جزاكم الله خير إلى سبحانه وتعالى ميزان حسنات روسارو سلوه الأجسامه ومحوه هاي نوش الرحي هذا لما نوصل لنا فضيلة الشيخ محمود شيخ محمود محمد شكري فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خير كان وافر شيء خير أن الله يهوكم بيه. حافر يا مناصرة وحيال ربه لهايتي سبدا برنامج كبار الله يسود يا ريان إيو أحاديثي أحكام دي شعب القادر الواخرية وإنت يا ربنا أحد أول مسألة ما قد رياها قيب أنا لو كم إلى وقت إلى سوء أشياء دوء عبادته أما رأيي يا أبو وحيا الله عن الله لا يمرقهم كذب وحيا وشبه وحيري الله أي مدى حديثي غير واقعي يا شيخ أي وربا يا أخي سلك وبادي عن روانات الموحي وكفى إلي سمي دينة الياصر بإلى هاي وحي الله يسود تيار نمح عليه الصلاة والسلام من وقياني وكتاب يسنة إيا والراحيطان كمدام سيلاه يقولواني يا محا حالان محا حلاو محا حم محا وناكسا وحي الله نوشي أن لسو الدرسية مناصرة هاي مادنا هي ذا الميزان اللي أمنا قطوة دي بلو الله أبطان تاسسي كمي بشريعة هذا الأول محتين شيخ يا رب كل عيال وتتبعون سنة من كان قبله نبي عليه الصلاة والسلام من بلد ويهو بريان ولي رجليين دين تنين وحول أقصادل أحكام الشريعة لأننا قول الله اقتمام دعاء فافعين دعاء أحكام تي حمل كالا سماني إنه أصلي الله يرد إنه وإنه واحد ديني يشاري الله عليه لو أنا قيمات بقير سمان وحيد عبادة هذا أصلا قول الله إلا هو عبده إلا هو دوهاني دين دوهي ولا شهرتي أما يدي مرة عوضي أما خطي يمر العيد يقاعدة يجري العيد بيشهرتي وعسو الله أبانا مكة صدرت بأن نبي عليه الصلاة والسلام وكي حديث عرباق كويري فإنه من يعيش منكم فخير اختلافا كثيرا قوك إذا كمير إلهي إمري سبيري سيجي أسين ورادة طبعا حسوك لي إنه وكرو كذلك نين قف في وقت أولاً وجوي وقت البدر وكتب بيان ورادة خلاف بضم بارك دونا جهوالي البدر مرق المدونا دادكي أولك الدوان وكالجيه الشيبي وارك دونا حتى مسلم كل حضر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أنا رسول الله إذا دائقة هنا قفصة دائقة خرفة إذا وانا أكسل الدين تسير هذا ورقم يانا قفصة والرعا وحكمي رأوية ومحدثات الأمور سكير عالية وحياة بدعة قرارة كيري دور عبادتك دين الله اللي هو دوار يا رب غير أنصر لكل عين دين دين حضر أهل صلى الله عليه وسلم بريادكم ورب رب الأهم يا صادري طريق ويجدية دين الإيمان توصل بيدك الوه سيدات ضد أمد بحر عليه مدر كدب بقى وحقود داري طعم بالأوضي أنا رسالة يا فعنا الله قفي رادة قلاك الرعادة سير قلاك إلو دريسي بقى طريق تيرا لبا إلي انت صح رعي وحاكا بلاتي انت بكت عيدة لو داري ضدنا وحي آد وحي سيالة الرائعين والشيطان كنا كل ريحين وحي بكتا عيالة لقصه وطريبه ضدك آد الرائعين كدو حالكات تريقي وبرر وكاملة وحي عميضة للحالي دي بيه ساسي كوبع بيه جريل إيضا مقعي وضعتا ودينتي مقعي علي حيثتا ونبي إيبان رأسان هيدا ريحي ودينتي ربطا لن هيدا ريحي بواح الله يستاهي وواح واح كذا الله قدره تصلنا بروبات دقية وحلوية كما محدثات الأمور سكيرانية وحردين كالدقية
waxaa gadaal diin la moodi doono ee lagaga soo dari doono. Fainna kulla bidcatin dalaala, wax kastoo gadaal diin lagaga soo daro, diin laga dhigo, diintii iyo cibaadadii iyo aan ka mid ahayn baadi wey dhammaanteed. Marka nabigu ku yidhi waa baadi, wax kastoo diinta aan ka mid ahayn oo lagu soo daro bidcaa, marka nabigu ku yidhi dhammaan waa baadi. Ciddii ku tirada qayb baa fiican war aan la qaadan ka dhigi, isagoo baqil iyo cududaan ha lahaado ama yuunan lahaan. Laakiin adigu hadday sidaa qabteen, qof yidhi qayb bidcaa fiican baa jirta, nabi maxamed yidhi bidco oo dhan baadi weeye, dadaa raaci waa taqaan, warka saxanna kaama dheena. Faina kulla bidcatin dalaala, baadi haddii la raacan xaggee ku dambaysaa? Finnaari, baadidu janna ma geyso. Qof jidkii ka lumay baa tahay, jidkii xaqii haddii baadi weeye macnaheedu waxa weeye jidkii xaq ahaa oo laga lumay weeye. Xaqii jidkiisii waa laga lumay, dee jidkii jannada ku geynaya waa ka luntay oo jidadkanaad raacday. Saa darteed mar waliba markay munaasabaad iyo masaa'il iyo cibaadaad iyo yimaadaan, waa inaan xasuusnaanaa asalku waa cibaado iyo diin, wixii nabi maxamed ka tagay, wixii saa ku leh sala allahu calayhi wasalam. Taas waa qof masalada koowaad aan rabay aadna looga hadlay inaan xasuusiyo. Waxaa nagu soo celiyey kuwa xilayka gol xaruta. Qodobka labaad aan rabay inaan tilmaamo kulamada la qabtay sanad buurooyinka, xafladaha sanadleh ee la qabto, maxaa xalaala maxaa xaraam. Xilli Christmas-ku sanadkii mar bay timaadaa, tan Easter-kuna mar bay timaadaa sanadka qadiyihiisa hore, sanadka cusubna mar bay sanadkii timaadaa. Dhalashada dadku baadhi baa la sameeyaa sanadkii mar, iskuullada iyo madaaskudug marka la xelaya jaamacadaha sanadkii, xaflad xilitaan iyo qalinjabina la sameeya sanad walba isnoo laablaabata. Munaasabadaha sanadlahihi waa fara badan yihiin. Waddanku maalin baa la sanadkala dhigaa la xusaa, inaga waddanka hadda laba maalmood oo guud baa la xusaa, maalintii xorriyadda la qaatay iyo maalintii jamhuuriyadda la noqday iyo kiya republica la noqotay. Soomaaliduna maalin bay xorowday, maalin ay midowday, waxyaaba badan bay xusaa. Sanad guurweyn baa la xusaa, qolyaa waxay xusaan ciidanka waaliga iyo xukunka qabsadeen sida kuy labaatankii oktoobar soomaalidu ay aqoon jirtay. Munaasabaad badan oo sanadlaha dhaca oo soo noqnoqda oo soo laablaabta oo mar walba la qabtaa, dadku waxay ku wareeraan marar badan. Laba munaasabo soo noqnoqotay bay marna maqlayaan tan waa xalaal oo mar bay dhaqanaan tahay. Wadaadadii culimmadu oo horbooday oo dhex ordayay oo ka booqdana way arkayaan. Mid labaadna waxaa la leeyahay ma bannaana oo lama qaban karo yaa la sameyn. Waxaan filayaa kelimadayda masaladaasan rabaa inagu muhiimsanaato, ka qaacida ahaan waxa la tixraacayo inaan tilmaamo. Kulamada dadku ay qabsanayaan, sanad guurooyinka ay dhiganayaan, asalku inay ibaaxiya bannaan tahay weeye, haddaan sabab xaalati nabaysa ay jirin. Sababaha keeni karo xaaraan ka dhigi kara, laakiin asalku iyo kulan sanad la qabsanayo iyo haddii xaflado loo dhiganayo iyo haddii sanad walba la isugu imanayo iyo munaasabad soo noqnoqota hadday noqonayso, asalku sharcigeennu waa ibaaxa inay bannaan tahay weeye haddii aanay jirin sabab xaaraantinimaysa. Sababa xaaraantinimayo aan dhowrka ugu muhiimsan ka tilmaamo marka. Waxaa xaraamtinimayn kara masaladu aada looga hadlay oo ay tashabbuh, in mid xaaraana loo ekeysiiyo. In tashabbuhiya loo ekeysiiyo xaaraanta waqtiga lagu beeray baa sabab noqon kara oo ekeysiinta keeni kara. Goobta lagu sameynayana way keeni kartaa u ekeysiinta. Qaabka loo dhigayo ee loo agaasimayana waa keeni kara. Marka laga soo tago culimmadu walaalaha shaqaqaadir baa masuustii iyo xadiidii ay sheegeen ee gaalada iyo weli laga dhigan oon la isu ekeysiinin,
ثابت بن الضحاك صحابي رضي الله عنه وارضاه يا النبي ذكوري صلى الله عليه وسلم ننبع جاهليه اسلام مركو عثمان نذر كو قالين انه مال بوانا اللي يراه قيل قلب مال بوانا اللي يراه يرو قيل قلب بو نذر كو قالين سوى نذر كي قبا يصو اسلامي كسو رسول كراهي وحال ويدي ننكني نذر بو قالين سوى جاهليه نذر كان أبو عنا ميلا إرادي وغير مقالوها نذر كيسي مفرينيا سوى حاران مفرين نقول أبو سعر أبودتك ويدية وحويري أبو عنا ميشا اللي إرادي ما صنم با أولي شيري صنم يدي قابضة وحب أبو عنا كم عقيبا لرادينيا قيل والله قرا لكن أولكي لأن أبو عنا محاكك دورتين هل كاسو نبي بارا يا صلى الله عليه وسلم نبا حول قري ور نذري حول قري دبات مرة لكن وح النذر كي كدر بوانا إنه كقر ماشى اللي جاه ما كسبب تقدم بيسون نبي الرادين أيه أنت على سواش كتشوار وها يا ما يوصل له وحير ما صنم صنم يدي قال عبود يشري نيا بوانا ور يشري وحير ما يوم سلام أولي شرو بوانا لو آدي شري وهل قال لك كم موقن كتو إن سلام كاسامين قفن كلها مركو قوبت الدوران أي مايا وحل هل كان فيها عيد من أياده إذا قال ضبيا لو قبن شري ماشا وحل هي مايا كاسو يفولي نذر كالا مرك ورد قيل ربوانا كورو فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله نذر إلهي لو عاصينا يلا مفوريو فكاو حو كتبا النبي وحدي هذا بجرو والإسلام بين نقطتين لكن منك الحل هو نذر كجرا يي جاهلية دي بوها هدي ماشان قال كل عيد شرتي وحام موقن لها إنن كان بوانا وحو كل دورتي تيبا كجو حيسو دبدا كري حيس وقوبتا هو دورتي قوب قال كل عيد شرتي بيهي هذا قوتي قال كل عيد الشتاء عيد دادي الله دورتي حفلة دادي دم حنا لها كلام غصو اللي حطيه وماشة كربتها هدي هي السنة أول الشرينا نذر معصية ونقلها هدي عيد قال كتير الشتاء نذر معصية دبي ونقلها مركي الله بعض منا لجوا قف واس الله قفكي نذر واس الله نذر كي بوارا قوت واس الله بوارا دي وحلا قلا يا رواي سلجين حرام من قلا يا ده عيد قال كشري شرتي أما سلام قال أول شرتي لبدي منا مركل لجوا يي نجوا حري دوا تمر يا أرض حرا حب بوانا خاب هكا وحلا كلا سار يا محيط هاي السواق تحارت النمين كرتا إلى التشبه قال تهاي بحارت النمين كرتا وما أتقابط كشبه هاي سو سلام بقول شري يلا كل عيد شري قاب كي هدادو اي كيسي سان والله سوء اغاسي محفلات بينو قصاني شاني اللاباطان كينو قادين بريسو اسمين ما سوء شاني اللاباطان كمالين تولي كريسماس تماع هدان حفلات قصانو وان شاني اللاباطان كان اكو قادينو قيد كي في قيد كي نالك لهانا صور ديغانو بيسويدين بيو باهم تاهي يدين انو اي كيسينين هلا ما حفلة ده لفت يا ده نحيا الله وطنك وترى هذا قصته قلت كنا على كذا نعطي على هذا هو أساس انتقال كله أساس مهم إلوس قد بينا يتعود يا ده كيسي سنحو كذي بقاعد مسألة التشبه هي كيسين تو أما قوت الله قبنا يوم أما وقت الله قبنا يوم أما قاب كله قبنا يه وحرام تنمي كرام ودعك تعالى إلى التشبه أدلت بحرامته قلت أكل ليه صوت الله حرامت النميسة وإن حفلة دمية سنة كورة عبادة لوقت شهدو أجل إن لقيها ولا دوني عبادة كي حفلة ذي العيد إسلام كي شرع ويقينين عنها سلا حفلة دمية دبالدة كالبولي كالوقت حفلة المولد كلا قبطاي دقوا وحي حوالها وقت بحنايا وقت قرأ وقت بحنايا
dadku ma ajir bay doonayaan iyo khayr iyo thawaab bay ka rabaan, mise waa dad un iska caada ay u tahay oo xoogaha waa badalasho isaga talay. Waxaa la qaadaya ajir baa laga rabaa, dadka isu imanaya ajir bay doonayaan. Xaflada intaa le-eg ee sanad guurada ee soo noqnoqonaysa ee ajir laga doonaya waa cibaado. cibaadaadkana waxaynu soo marnay asalkoodu tawqiif weeye, man axdada fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad, xadiidkii caashee bukhaari iyo muslim, lafdigan saxiixku waa umaynaya, man axdada fii amrina haada maa laysa min fahuwa rad, waa lagu celinayaa ilaahay ma aqbalaya, waa lagu tuuraya. Amarkani waa cibaadaadkii, ilaa waxa kale oo dhan inay bannaan tahay nusuus badan iyo qawaacid badan oo sharci baa sheegtay. Haddaba ciba xafladan iyo sanad guuradan la qabanaya hadduu qasadka iyo hadafka ugu weyniya aasaaskii cibaado yahay, ajir lagu doonayaay waxay u baahan tahay diinteenay salku leedahay, ee nabigu sameeyey, inay nusuusta sharci uu sheegtay. Haddayna samayn bidacay soo garaysaay, oo kullu bidcatin dalaalatu baytayn, waxaa xaraamtinimayn kara in waxaan la samaynayo markii munaasabada la isugu yimaado uu dembiga fuxshiya. Haddii la isugu imanayo xaflad sanad guuraa, xoriyad baa la xusayaa, waa caadiya dhaqan iyo cibaado maaha. Laakiin meesha waxaa ka dhacaya ay dembi badan baa dhacaya, xumaan badan baa la samaynayaa. Xaflada sanad guuraa la qabanayaa oo dhalada khamriga inta la ruxo baa markay karkartaa la duleelinayaa, lagu sii deynayaa dadka fish baa lagaga siinayaa, isdhexyaac badan baa ka jira. Arrintii hadda aan looga hadlayay heesa iyo baa ka jira, waxa la qaadayaa wax xun ah ee lagu dhawaaqayo, waxaasaa wax xun ah. Dee meeshii hadday xumaato ka jirto sanad guuraba kuma xidhneen dadka xuma inay isugu yimaadaan, ama qofku meel dembi lagu haya uu taga xaarama. Dembi inaad samayso waa xaaran, inaad abaabusho waa xaaran, inaad tagtana waa xaaraan meel dembi lagu hayo. Ama ha lagu magacaabo xaflad iyo sanad guuro, ama mid maalin munaasabad iyo qof loo qabanaya laga dhigo, xafladahaan samaysanay waa farabadan yihiin. Inaha iyo sababo xaraantinimaya haddaanay jirin asalka isu imaatinka dadku iyo meel inay isugu yimaadaan, sanad guuro soo noqnoqotaba ha noqotee, asalkii baa xal yeelay bannaan tahay wey. Jaamacadaha qabanaya, dowladaha qabsanaya, hay-adaha qabsanaya, shakhsiyaad baa qabsanaya, wuxuu dhan dhibaato maaha. Waa laga yaabaa labada meelood ee goobood hal xaflad iyo munaasabad ay dadku qabsadaan inay deegaanada qaarkoodna xalaal noqoto, deegaanada qaarkoodna xaaraan noqoto, dhici karta. Waxa laga rumaysan yahay baa kala duwan. Qolana waxay ka rumaysan yihiin haddayna samaynin balaayeen ay ku dhicin, qolana waxay ka rumaysan yihiin hadday sameeyaan iyo haddayna samaynin dhibaato inayna lahayn, oo caadiya dhaqan bay u tahay. waxaa ka mid a munaasabaadka haweenku ay qabsadaan qayba ka mida. Waxaa arki jiray haweenku markay toddobada joogaan xaflad yar bay qabsadaan, markay sagaalka galaan xaflad ay qabsadaan, qaar waxay qabsadaan xaflado haddii laga dhinto markii ciddadii ka dhammaatay asaydu ka degayso, qaar waxay qabsadaan markii shaarsaarka laleeyahay baa la qabsadaa. soomaalida marka la yidhaahdo waxay ka rumaysan yihiin qaarkood waa kala duwan yihiin, qaarna hadday sameeyaan iyo haddii kale waxba badan kama rumaysna, qaarna hadday samayn waayaan in balaayo ku dhiciyo wax weyn ay ka tageen bay ka rumaysan yihiin. mabdaa caqiidada dadka rumaysan hadday ka tagaan in dhibaato ku dhici, dhinaca kale marka laga eego dhibaato dembi waxay ku dhacdaa qofku markuu waajib ilaahay dayado iyo wax khayr aha ka tago ee uu dambaabo dhibaato iyo ciqaab muta, masaladu si bay isu bedelaysaa iyo baabul cibaadaad bay isu bedel. waxaan haddii laga taga shaarsaarka in balaayo dhacayso xaggee laga keenay, madaan samaynoo balaayna ku dhicin baa jirta. haddayse ay tahay munaasabaddaasaa la isugu yimaadaayo cibaado loogama jeeda caadii hidiya dhaqan way, dee marka la isguursanayeba reerreer in laysu weydiisto oo ree hebel baa gabadhi doona, ree hebel baa bixiya, waa caadii hidiya dhaqan way bannaanta. haddiise laakiin ay u gudubto isu bedesho, haddii saa la yeeli waayo guurka meel gaari maayo reerka balaaya ku dhicio ilmase si ay dhalayaan, hadday isu bedesho xaaraan bay noqon, waayo xadkii hidiya dhaqan iyo caado way ka baxdayo xad caqiide isu bedesho oo saamaysa. sabab darteed marar badan waa xadiidka abwaane ee geel lagu qalaya maxaa kalifaya
محال لقى ربي سيء هيبة صامين كويرة مركل ليس دلت الله وقف ويسكحت بعد منه وحلوفة وانا يا وحارم منه وحلوفة وانا يا وحلال إذا مركل ويدي يوم حي كان لقمت هاي وإذا هذا الزمان وين البلايا والنحي والهلك وبربوري وقري وقبنه مركل هذا الحرام ويا ردي وحسحوك مثل خرافوي من دفعه دخول دفع تمر الله مسك نقل يلي سيجو ما دو مراسبة دا كواني دي إليها غير يا لطيو كرين نمالي كبح حريبا الله سميني لكن حول نمال مالها ديقان لقر ربي سيجي هنا إما الله يلي وفتوة مركة اللي إرادو زمانك يا وقت يا ضدك نقل قوضا سامين كو يرتو حالات با سامين كو بسرعة انتاس قود هانا كبحو بسرعة قود دم بيسيان روينا إرادو كان قيب قلقو وعلى ينوش غير دين حرام تهي فماذا قاركونا يسوق قريون حرام تنما دين سورة حسين وها السبب هو كان لغان تهي ده دين كريسماس هو حقي وعيد دين ادوي عيد هدية لقن معه وعيد دين يعقيده يا كريستيان كسر يسان سنة كعصبنا وعيد دين كسر يسان استركونا وعيد دين كسر يسان waxa laga hadlayo ma ka qayb gali kara jamhuuriyadda dhidikiya ma ama kowdiiluuriyo ma ka qayb gali karna ma waxa maanta laga hadlayo waxa laga hadlayo waa ciido sanad guura oo diimeed waay diinanti saxda ahayn sanad guuriyo ciid iyo xaflad oo qabashada oo dambi waay xal ilaada santa waxa shabaab waxa santa سرقات بالات عروبة إيمان إيسا وحاليا بامبال مناسبة أدوه مرأي وقرص وقرن نعنى على الله قيبنا يا قاركوت بحافظة نعنى وريتين إيا قاربا بسكو وريتين إيا قاربا شركة الله عكسين إيا مقالا كرنا سؤال ربا روي وقتها أما إنتا أما إن لغي يا وقال كالينا إغرا صحبتا مريقا نقار وحي عن سيدي سادات دي سحاران وهاي والله قاما كرا خمري والله كالي البر بقى على وسوا جوره هاي بقى لهو كان يدي لما قالن كركوا حرام لكن العب له وسية يا دار له وسية طبعا أنا علامتي ودني أنا استانتي على خديكي كريستان كودني حبيتان بقى له وسية نعدا بقى له وسية ويحقفوا وسية وقالن كرتان لكن مناسبة ده كم قيب جري كرتي أنا واحد ما بحكى شقارة نور شقية كريسماس بي آلية شركة هي كشقية حافظة هي كشقية دكامل هي كشقية والدية قاركود يهين قاركود نرافض بي كشقية سياء النقطة وين لا شقية كوالوضو دي إيو تولوي كوري بي آلية عيد دلية كريسماس هي كسوقين بيرية وحمسين كرنا هدية ديو وحمسين الأعياء وحمسين كرنا سؤال شارع عافر إياه والسؤال مكر وكراته ماذا مرة ويبنات هي مرة وبنات طبعا ضدكم مركة يحلق في الصحية ذا تولوي كوري آليا أما ضدكم اللي أتريا وحلقوا في هذه السنة ينفصح شقوي كأي كيجي إلي ديقان كورية ضدكم اللي صعركا وحاعد سير إيسو وضيت النوري تذكر هل كان بكريه وكاقا يبري كرا حكريس ماسك كان يساد الودو بواتيه كرادي وكاقا يبري كرا وحي انو قرأ يبعض داد كيسيبو صوب وقرأ يبعض وچد كاسو قسي مرأ يبعض وكارو ميسان يبعض لكن وحي قرأ يدبال داد اما يساقو وقوع دا يستوحن حفلة دي وكارو ميسان يبعض يما عسيان يساقو ما كارو مين كارو ويلي قدري هلا كوختر ومالين يبعض عندك كتاب برنامج جدا بيئة لنوتي ليغال لهذا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم حق الله إلى أسره إذن كان الرمانتي وبها سنتين ذكسوا قيب قرار وقته وغريب